والسلام عليكم ورحمة الله، يا مرحبا مليون، يا أهلا وسهلا، أحييكم على الرجوع، أحييكم على وجودكم هني. أنا بوصل هني، والله بوصل هني. الحين شوي الخطط عندي تغيرت. آخر مرة شو قلت لكم بسوي؟ قلت لكم بجيب شارع من هني لين بسوي مدينة هني، وسويت لكم مجموعة شوارع، لكن أقول غيرت رأيي. أبى أسوي جزيرة هني. أنا شفت هاي الصراحة وشي مرتب، شي مرتب مرتب، وأبيب الخطار من هني والحموين في، بس ترى بيكون طريق بعيد ترى، على فكرة وايد بعيد، ولهذا محتاج سلسلة بروحه، محتاج 10 20 حلقة بروحه ترى. انا هاي اساسا رتبه يبالي وايد شغل، فشو بسوي؟ باجل الموضوع، باجل، مع اني انا يا يسوي الحلقه، اسوي الحلقه على شو؟ على الجزيره هاي، لكن بنأجل الحلقه مو مشكله عادي. بنسوي هني مدينه صغنطوطه، صغنطوطه، ركزوا، اهم شيء صغنطوطه. وبسوي جسر صغير من هذا الجسر عجيب، والله مشروع ناجح صراحه، انا عيبني، عيبني جدا. زين، نسوي مدينة صغيرة هني أساس نقدر نوصل هاي بعدين، يكون منطقي يعني، في منطقة عقب أوصل هاي، لأن هني مثلا ترين ستيشن ثاني، في هني خط قطار جاي يرد خط القطار، يسوي خط شو دائري ما بين كل المدن. بس الحين ترى ما في منطق إني أسوي هذا كله، ما في أي منطق، هاي يبون موظفين برايهم. زين، فشو بنسوي؟ اللي راح يستوي راح نسوي مدينة هني. خلنا نشوف شو شغال الحين عندنا. اوكي، هذا شغال عدل، اند بوينت. انزين، خط الكرنيش نحن اتفقنا انه شو يكون خط كبير. هذا الشارع عطاني مشاكل اكثر ما تخيلون. انزين، بسوي مدينة صغيرون هني، بنوصل القطار في سكة القطار هذا، بس هني ما بخربه، هني انا ابغى حق المدينة. فبيستوي القطار، يمكن اوصله من وين؟ اوه، صديقنا هني، هذا القطار يتريانا اوصله. لحظة، خلنا نسوي الترتيب، نشوف هل هذا راح خطة تكون ناجحة ولا فاشلة. اوكي، ممكن نحطيه الحين كذي. زين، شوفوا 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 شوفوا، والله خطة مشروع الصراحة، مشروع ناجح. ونيب هذا، انا ما كنت ابيب هذا، لحظة دقيقة، خل نزله لين اخر شو شي، مش اخر اخر شي يعني، لين نحس انه يركب في المكان الصحيح، يركب في المكان الصحيح. بس ممتاز، اوكي، ونغير امتداده اليوين لين هني، ولازم نرفعه شوي ولا بيدق. اي شاحنه ما بترمي تمر هني ترى، شو الشاحنه اللي بترمي تمر هني؟ ما بترم، نجيب هذا هني. في نقطه ثانيه ارم ارفعها؟ لا ما ارم، فبيكون منحدر شوي. لكن في سياره ترم تخطف، هي سياره ترم تخطف من هني عادي، اظني عادي، لان الليت شوي ضارب يعني الصراحة. وبنيب هاي من هني، اوكي، هذا خط القطار اللي راح يمتد لي منو لهاي المدينة اللي عندنا. خلنا ننزل هذا شوي، بعدين بننزل الباقي. انزين، المدينة هاي راح تمتد على الساحل، بمعنى ما راح يكون هني اصلا ما عاد الخط الرئيسي نفس النظام الاولي مالنا، ما عاد الخط الرئيسي اللي بينا من الهاي واي. زين، وراح نسوي له شو؟ دوار صغيرون. اشغل عيازه، شوف شغل عيازه، شوف كوبي، ولا اقول هذا، هذا كوبي بيست هناك، بس هذا احلى ما في التولز، احلى ما في التولز، كوبي بيست. لحظه، خلنا نسوي حق هذا كوبي، بس
نسوي شي، خلينا نمسح هذا، نسوي له بولدريز ونيبه مرة ثانية. ليش شيت مرة ثانية على أساس شو ما يشب لي حتى شير شليته والله. انزين، هاي جمالية هاي الخريطة. لحظة، انزل انزل، وايد نزلته وايد نزلته. بس لحظة، اذا على فرض ان يبنى الهايوي، هاي سخطط وياكم، ها مرحلة التخطيط اللي طلع الروح ترى. زين، وهذا شله من هنا والنيبه هنا، حلو. واستوى في نفس الوقت يوتيرن ترى، صح انه شوي معواي الصراحة، doesn't fit. احط البوينت تول، لحظة خل نعدل نعدل شوي. مشكلة هذاك ما يلمو، مشكلة هذا لا. اوكي الحين it's almost nice، بشتغل عليه بعدين مش في التسجيل، لان هاي يبغى له وقت ترتيب تضبيط دنيا وحركات. انزين، يدخل هذا يطلع لازم، خلنا نغيره. بس عندهم يوتيرن اذا يوم هني، وين بيصير اساس انه يرد المدينة؟ هاي مصيبة ثانية ترى، هاي مصيبة ثانية. ابو شارع صغير يطلع من هني فرضا. اوكي، شوفوا التعقيد في الموضوع كله. لحظة، اذا فرضا اني رفعت هذا زيادة، اوكي، درجة منطقية ان الناس تروم تمر. اوكي، ويت مديت له شارع انه يكون شوي الروم شو ايوه هني تستوي عندنا مشاكل. لحظة، اوكي شوفوا الحين هني تكتيك هذا كله مش على الفاضي. ليش نزين؟ لحظة، ايش هذا؟ نميله شوي نشوف العمدة وين جت على مكان هني. لا خلنا نرفع هذا، نرفع 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 لين مرة يعتدل الشارع مولنا. حلو، اوكي. من كان يتوقع انك تبني مدينة يكون ولا تبني شارع يكون بس صعوبة هاي؟ ايوه صح ان اليوتيرن حاد شوي، لكن اللي الحين يا دوامه مثلا من هني داوم، صار ضرب خط لين هني، واللي عنده شغل وتبر يا لين هني ونزل، صح؟ وين بينزل؟ كان صعب صح. الحين نبى خط ثاني، نزلنا وين؟ من هالشارع لتحت، هاي شوارعنا ترجعنا صح؟ احنا شو بنسوي؟ نبني بشارع ثاني او شارع سيدة. ايوه almost انت بست هالناس تي من هذا الشارع لين هني تلفني يترن، شكله الصراحة يخوف. زين لحظة خلنا نشوف اذا نحن نقدر
اختصر اللفة هاي. اختصرت سويت دري جبت العيد والله، لأن الشارع شيتي في النهاية. زين أنا مشكلتي أبو أيب شارع مهني لين وين هني، وهذا اللي ما قاعد يضبط معي. لازم أروح شو، هو يقول لي لازم أروح سيدة، وأنا بروح دايركت بالطريقة هاي. فشو بسوي؟ بجيب شارع بالطول اللي احتاجه and I'll just simply move it. I'll simply move it, that's it. مش هني، لا هذا، ايوه خلنا نشيل الموف تول. وايد احسن، وايد احسن. كان لك صح ان العواميد ما لقيت في البحر، بس ما عليه، بس هنا المجرى بعده فاضي ترى، وايد احسن. هذا يعني نص وقت الحلقة ترى على شو اسمه. انزل التخطيط الجديد اللي راح يكون، ما اعرف كم عندي فلوس، لكن 6000 السكة يعني خسر. كان هذا راح يكون شارع رئيسي، فأبى أسوي شو، هذا شارع رئيسي كلهم أباهم يكونوا على نفس الخط. صعب صح؟ لا كلهم على نفس الخط، بس شو هذا 6 lanes. أوكي يكون لوين المدينة ممتدة عندي ده المكان هذا. حلو، شوفوا الشارع هذا 4 خطوط، هو وحق ترام وحق منو حق باص. اوكي فشو بنسوي؟ ما بوصل فيه ترام الحين، ما بوصل فيه ترام. لا تعطيني اشارات مزعجة. افا لحظة، خليك لازق في الارض. هذا بيكون هذا ولا اساس كور المدينة. هذا هاي الشوارع اساس المدينة، لكن مش الحين، خلص عقب. مدينة مربعة شوية، ما اعرف بسويها مربعة. انا وايد قرارات تدخل في الموضوع، يعني اذا الواحد كل قرار يأثر ترى على شيء. مثلا الحين اني حطيت الشارع اثر على التصميم اللي كان شبه في راسي. وشو بسوي؟ بشله بكبره موضوع، خله بس شارع رئيسي، واقول خله 6 lanes عاديات. الحين اذا بغيت اسوي اي شيء بسوي بعدين، مش الحين. خله هذا شارع رئيسي. ليش؟ لان مدينتي الحين ها شو بسوي فيها انا؟ أول شيء محتاج نقطة خطار، خطار بيكون مكان ما هنا. حلو، أبى الناس تستفيد من الخطار بشكل فعلي، مش بشكل نصفي. بس أبى محطة صغيرة، أوكي هاي الشارع بروحه، لكن ما أبغى. أنا ما جربت الحين كل القطارات، لكن ايوه ابى قطار نفس هذا، بس نفس هذا، مش محتاج اكثر. قطار نفس هذا يكفيني، ابى الناس بس توقف تشوف دربها وتوكل، ما ابى الناس تسوي شيء ثاني، ما ابى يتفلسفون، ما ابى شيء. لازم شوي نعصب، نزعل على الناس يعني، لازم نزعل على الناس، هم مسوي لنا زحمه. زين هذا بيكون خلى براي عادي، اللي عايبنا عايبنا، واللي ما عايبنا مو عاجبنا. افا افا عيب، ان يكون دخولتي سلس المدينة، شوي سلس. ما عدا هذا، لحظة تعال
يا صديقي كل شيء يغير رأي. أدري أدري تبى ماي تبى هذا، خلني أجيب لك ماي. مشكلة هناك ناقصنا شو؟ موظفين. احنا بنسوي شو؟ مكان حق الموظفين. بس هذا ما له داعي يكون هناك اصلا، في حد رايح وراد. خلنا نطلع الشارع اربع لينات. اوكي، شارع اربع خطوط من عقب المحطة بشوي، في حال اني بغيت امد اي شيء بعدين ما توهق. نسوي هذا one way road. في ناس بتكون عايشة عند القطار وشوي شوي شويتين مضايقة، بس مو مشكلة، مو عليه، مو مشكلة، الله كريم. وعندي شوفوا الحين الشارع ما تتخلى زحمة من مصدر واحد، بس هذا بيسوي له زحمة ثانية على فكرة، بيسوي له زحمة ثانية. بس هذا الشارع الصغيرون شو بسوي له؟ أبغريد أساس إن الشوارع رايح راد على منو؟ شارع الرئيسي هذا. مو بيكون شارع الرئيسي الوحيد، يعني مجموعة شوارع رئيسية مو مشكلة. مجموعة شوارع إن الناس تروح ترد على راحتها. شوفوا very simple very square very nice. بحطه هني لأن الموقع استراتيجي. أنا أحب أشوف شركات على البحر، ما اعرف ليش، لكن الشركات المفروض يكونوا على البحر ورا شركات الناس اللي تداوم. هي ما حطيتها يا عماير، خلي الناس هني تكون عايشه في امن وسلام. بس هني الفرق عندهم محطه باصات، بتسوي لهم نويز وايد، لانه بيكون عندي مجموعه شغلات هني، ومجموعه الشغلات يمكن ما تسمح لي. ابى اسوي السكان هني، ابى اللي يستانس هني. بس شو ابى اسوي؟ انه لحظه، خلينا نمشي على الخط اول شيء. خلينا نسوي سولر حق المدينه هاي. المقاوله اللي ركبها تعبان، مش انا، مش كلهم سيده، هذا بليم ذا مقاول. انا اقول لكم الحين دون بلمي. شو بسوي هني؟ ورا بوصلهم في الصناعيه، لكن تعرفون شو؟ لحظه، محطه باصات تدخل في محطه باصات. انزين، فلازم نسوي one new connection اللي هو نوصل هاي المدينه. حلو، في منو في هاي المدينة؟ ما عندي قطار حق الصناعية. أفا بعد ده كله قطارين يسدون. اي بس قطارين يكفون. قطار هذا بغير الوان مع اساس شوي اني اميز. اوكي، استوى قطارين رايحين ردي على منو؟ بين المدينتين هاي حق المواصلات، لان هني مكان قطار بعد حلو ما في زحمة. شوفوا، لحظة لحظة لحظة، أنا هاللي غايض بيه، تبركنون على الشارع ليش؟ في باركنات، في بارك. بسوي عمري ما شفته، أوكي؟ بسوي عمري ما شفته، لكن هني شو بتصير رابع الناس على الشارع، لأن في قطار تري يدخل، في قطارين هني، يا حبيبي، يا حبيبي، متى هذا بيدخل؟ ما ادري كيف برايه. انزين، بتشوف عقب مشكلته. هلا غير سرعه الشارع، لان شارع رئيسي ما بزحمه تستوي هني، وبالعالم كله تستعمله 120. ابى العالم تجي بالشارع بعد، مشكله خطوط خارجيه. اخاف هني يدعمون 120 على طول اشاره. لا اوكي اوكي، خط عام ليش بطيء؟
خلهم يدعسون شوي. لحظة أدعس. دعسوا. دعسوا بس أوكي. لا أوكي. زين أنا عندي مشكلة الأخطار هنا. لا أوكي أوكي. دوامهم يتبادلون وهم متفاهمين أمورهم طيبة. خيبة حوادث الخطارات هنا، وهذا هو عنوان الحلقة، حوادث الخطارات. نعم، حوادث الخطارات في مدينة خليل جيمينج مؤلمة، حيث أنهم يتداعمون 24 ساعة. لحظة هذا أنبونة جسر. أيوه والله ضيق بصراحة، والله كان مضيق بحالي بعد. شو اسم ضيق بي؟ ضيق بحالي والله، ضيقة كان مسوي لي ضيقة. تعرفون شو ضيقة؟ أشوف الوضع شيء دامي استأزم يعني. إنزين الصناعية أنا شو زحمته؟ والله تصميمه حلو الصناعية، قابل إني أكبرها 100%. هم نرد لهي المدينة بعد ما يكون عندنا شوي صناعية أوكي؟ لأن شو بسوي في الصناعية هني الحين، هني مش بعيدة. شوفوا شو بسوي، ما عندنا شرطة نحن هني. أوه ما عندنا شرطة. عزيزي الشرطي أرجع منك خبط على المجرمين، شكرا. نعم إنها الحقيقة. إنزين بلا سخافة، لأني أفشل واحد في العالم في السخافة. إنزين أبا هني شارع، أنا مش محتاج شارع هالضخامة ترى، بس مو مشكلة عادي. يكون عنده محطة قطار صغننة. لحظة هني إذا ما سويت باي باس ولا مكان للتجاوز أنا بتوهق. شو أبى أسوي؟ خلنا نشوف إذا يضبط الوضع. إذا يضبط زين، إذا ما ضبط بعد ما ضبط بنحاول نضبطه غصب عقب. خلنا نحط على البوينت، بين بوينت. اوكي ما بيضبط وياي هذا هني. ابغى اسوي نقطة تجاوز دائرة شيء. ما بزحمة عليك، شوفي مكان واحد. انا متأكد كنت منزل تراك. وايد اوكي، بس شي يباله. بيتضاربون في بعض الحين، هاي مصيبة ثانية. الا اذا شل محطة الخطرات هاي وحطي محطة بولينين، فهاي مشكلة بحلها بعدين. المهم هذا كان العيد، حوادث خطارات، بسميه حوادث خطارات الحلقة صراحة، عيبتنا الاسم. وقت الحلقة خلص، ودي أكمل وياكم أكثر، لكن تصميم المدينة شغالين فيه شوي 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 شوي، لأن بنحط فيها الحين خدمات مع الصناعية مع كل شيء، فبنشوف كيف الحين سلسلة الخطارات. فنشوفكم إن شاء الله على خير في الحلقة القادمة.